والذي نتحدث عنه اليوم في الحقيقة هو شخصية عجيبة، شخصية كما يقولون غير عادي، فاق بعمله وجهده زمانه وعصره وأوانه، وفاق كل ما يتوقع من رجل عاش في مدته أو عاش عمره، ألا وهو الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، فرضي الله تعالى عنه ورحمه وأعلى درجته. عمر في الحقيقة سيرته رائعة وجليلة وتحتمل أكثر من حلقة، لكن أحاول أن أوجزها وأن آتي على معالمها الرئيسة، وأن أترك ما ينبغي أن يترك في نفوس وعقول المشاهدين والمشاهدات. عمر رضي الله تعالى عنه هو ابن عبد العزيز، وعبد العزيز ابن مروان ابن الحكم. مروان هو الخليفة الذي بويع له في الشام في زمان انقطاع الخلافة الأموية. كيف هذا؟ فإن معاوية رضي الله تعالى عنه أوصى بالأمر إلى يزيد، ويزيد أوصى بالأمر إلى معاوية. معاوية بن يزيد لم يكن يريد الخلافة ولم يكن يحب الخوض في غمارها، فارتقى المنبر وعزل نفسه أمام الناس، وبقيت الخلافة شاغرة. كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قد بويع له في الحجاز، وبويع له في العراق، وبويع له في مصر، وبقيت الشام لبني أمية، فقد كانت حصنا لبني أمية حصينا. فأعلن مروان بن الحكم نفسه خليفة، وسعى حتى بويع له في مصر، وسعى حتى قلص نفوذ عبد الله بن الزبير في العراق، ولم تطل به المدة فتوفي وعهد بالأمر إلى عبد الملك ابنه. عبد الملك بن مروان أخوه عبد العزيز ابن مروان الذي والد عمر رضي الله تعالى عنه. عبد العزيز جعل أميرا على مصر، جعل أميرا على مصر عندما كان أخوه عبد الملك كان الخليفة. عبد العزيز كان رجلا صالحا في الجملة، محبا للإسلام، عاملا على نشره وتثبيته في النفوس، آخذا بالحق في الولاية، هذا في الجملة، فقد كان من كرام الولاة ومن العاملين بالحق. ويكفيكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن مثل النسائي وثق عبد العزيز بن مروان، وثق عبد العزيز ابن مروان، والنسائي هو من هو في شدة توثيقه وفي احتياطه في التوثيق وثقه، وله في أبي داود حديثا، ووثقه أيضا ابن سعد وصاحب الطبقات المشهور. إذن هو رجل ثقة صالح عامل، كان على فراش الموت يقول: والله وددت أني دفقة في هذا الماء الجاري، أي في مصر في النيل، أو أني نبتة في أرض الحجاز. لا، هو على فراش الموت يتمنى أنه لو لم يكن قد وكل إليه إمرة الديار المصرية. هذا عبد العزيز ابن مروان تزوج بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واسمها ليلى، أم عاصم ليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان، فأتت له بجملة أولاد منهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. من هي ليلى؟ هي بنت عاصم ابن عمر. عاصم تزوج فتاة هلالية، وهي صاحبة القصة المشهورة التي منعت أمها من مزج اللبن بالماء كما تعلمون، عندما خرج عمر رضي الله تعالى عنه يعس في الليل في شوارع المدينة، فأدركه التعب والإرهاق فاستند إلى جدار بيت، فسمع حوارا بين امرأتين، فسمع امرأة تقول لأخرى: قومي يا بنية
فامزج اللبن بالماء، بتعبير يقولون امذقيه، المذق هو اللبن حين يخفف بالماء، تريد أن تكثر اللبن حتى يباع بقيمة أكبر عن طريق الغش، يعني مزجه بالماء. فقالت البنت: يا أمتاه، أو ما بلغك عزمة أمير المؤمنين عمر؟ قالت: وما كان من عزمته يا بني؟ قالت: قد نادى مناديه ألا يمذق اللبن بالماء، أي لمن يريد أن يبيع، إلا أن يبين طبعا. فقالت: فإنه يا بني لا يرانا عمر ولا منادي عمر. فقالت: يا أمتاه، ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في السر. هنا عمر يسمع هذه المحاورة العجيبة بين المرأة وابنتها، فأمر أسلم مولاه أن يعلم على البيت بعلامة، وتابع عسسه في شوارع المدينة. فلما كان في اليوم التالي أمر مولاه أن يبحث عن حال المرأتين، فوجد أنهما امرأة وابنتها، وهما لا زوج لهما، والجارية ليست بذات زوج. فجمع أولاده وقال: أيكم يتزوج هذه الفتاة؟ فوالله لو كان لأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد إلى هذه الجارية. أعجب بها عمر رضي الله تعالى عنه. فعبد الله اعتل بأن له زوجة، وأخوه اعتل أيضا بأن له زوجة، فقال عاصم: زوجنيها يا أبتي، فإنه لا زوجة لي. فزوجه عمر رضي الله تعالى عنه هذه الفتاة الهلالية، فجاءت له بليلى. ليلى هذه بنت عاصم، إذن هي حفيدة عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب أمير المؤمنين. هذه ليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان، قال: ابحثوا لي عن امرأة صالحة. فتزوج هذه ليلى فأتت له بعمر بن عبد العزيز. إذن عمر بن الخطاب كان جده لأمه، وعبد العزيز بن مروان كما قلت لكم. إذن هذه النبتة التي أتت عمر بن عبد العزيز من أبوين صالحين، من عبد العزيز بن مروان ومن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ونشأ بعد ذلك سلسلة الخلفاء ذكرتهم لكم، جاء بعد مروان بن حكم عبد الملك، وبعد عبد الملك كان له 4 خلفاء من بنيه. جاء الوليد بن عبد الملك وكان مهتما بالعمارة، وعمر المسجد الأموي وعمر مسجد المدينة، وأمر عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة بتوسعة المسجد. وأيضا جاء بعده سليمان بن عبد الملك، وكان عمر وزيرا له مقربا. ثم جاءت الخلافة لعمر كما سآتي على ذكره إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك رجعت الخلافة إلى أبناء عبد الملك، يزيد ثم هشام ابني عبد الملك. المهم، عمر رضي الله تعالى عنه ولد في عام 60 أو العام 61، في أواخر خلافة معاوية أو في زمان موت معاوية رضي الله تعالى عنه، وتوفي في 100. إذن هذا الإمام الكبير والخليفة المشهور عاش 40 سنة وأشهرا فقط، 40 سنة. ولما تولى الخلافة كان عمره 37 سنة وأشهرا، سبحان الله العظيم، إذ إنه لم يبلغ أشده لما تولى الخلافة. وتولى إمرة المدينة وعمره 25 سنة فقط، أي كان في أوائل الشباب وريعانه يتولى إمرة المدينة في وقت كان وقتا صعبا، وضبط الأمور وساس الناس في المدينة وأقام العدل وفرح الناس به، ومكث في إمرة المدينة 7 سنوات وأشهرا رضي الله تعالى عنه. وليس هو بغريب على المدينة، فقد تربى فيها ودرس على أشياخها وعلمائها من الصحابة والتابعين، فقد بعث به أبوه إلى المدينة من مصر، أبوه واليا على مصر كما قلت لكم، وتوفي واليا عليها، بعث بعمر بن عبد العزيز حتى يدرس العلم في المدينة.
وينقطع إلى أشياخه. وهذا الذي جرى، فكان من أشياخه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ودرس على يديه، وسمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أثنى على عمر كثيرا فيما بعد عندما كان أميرا على المدينة، فقال: ما صليت خلف أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منه من هذا الفتى، أي عمر بن عبد العزيز. وكان كما قلت لكم تولى إمارة المدينة وعمره 25 سنة. ودرس أيضا عمر على شيخ صالح كبير، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رحمه الله تعالى. هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان عمر بن عبد العزيز يعظمه كثيرا وينوه بذكره ويرفع من شأنه، يحبه. ودرس أيضا على صالح بن كيسان أحد كبار التابعين في المدينة الثقات، وكان قد عهد إليه عبد العزيز بتأديب عمر، فكان يؤدبه ويتعاهده. ومن اللطائف التي جرت مع عمر وهو فتى صغير ما زال في المدينة قبل أن يلي إمرتها، قلت لكم هو جاء إلى المدينة وهو غلام ليدرس على أشياخها، فكان صالح هو مؤدبه. فتأخر مرة عن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أخرك؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري. فقال: أو بلغ من شأن شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ فأرسل إلى عبد العزيز في مصر يخبره بذلك، مؤدب وأمين على عمر. فأرسل إليه عبد العزيز رسولا فما كلمه حتى حلق عمر رأسه، فلما حلق عمر رأسه كلمه برسالة أبيه وأداها إليه. وكما قلت لكم كان غلاما صغيرا آنذاك لما حدثت هذه الحادثة، لكن صالحا أراد أن يؤدبه، وكما يقولون التربية بالموقف هنا، فأراد أن يؤدبه في هذا الوقت، وأرسل إلى أبيه، فأبوه صنع به ما ذكرته لكم. ودرس على عدة أشياخ في المدينة وأخذ العلم عنهم، وكان رضي الله تعالى عنه عالما عالما، كما قال الإمام الحافظ الكبير شمس الدين الذهبي، قال: كان في الورع مثل الحسن البصري، وكان في سياسة الناس والقيام بحقوقهم مثل جده عمر، مثل جده عمر، وكان في العلم يعدل بالزهري. وما أدراك ما الزهري؟ الإمام الكبير ابن شهاب الزهري كان إماما عالما كبيرا، فكان عمر يعدل عند العلماء والفقهاء بالزهري. ولما ولي المدينة حكم بين الناس وقضى بينهم، فهو الوالي وهو العالم، وكان الوالي آنذاك هو القاضي، وهو الذي يحكم وهو الذي يقضي إن كان عالما مجتهدا، وكان عمر كذلك، فكان يحكم بين الناس بالعدل. ومن الطريف أن أحد العلماء واسمه قادم البربري كان يناقش ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك، وربيعة الرأي هو معلوم معروف حاله، فكان يناقشه في حال عمر وأقضية عمر، قال: تريد أن تخطئ عمر في أقضيته أو تريد أن تقول إنه أخطأ؟ فلا والله ما أخطأ عمر قط. من يشهد له بهذا؟ يشهد له ربيع بن عبد الرحمن عالم المدينة وكبيرها وأستاذ مالك، وهو من هو يشهد أن عمر ابن عبد العزيز ما أخطأ قط في قضاء عندما كان واليا على المدينة، وقد ولاها كما قلت لكم 7 سنوات وأشهرا. إذن هذا يدل على علمه رضي الله عنه وتمكنه في ذلك العلم، وأنه كان يعدل بكبار التابعين العلماء في المدينة. إذن لماذا لم ينتشر علم عمر؟ لماذا لا نرى له فتاوى في الكتب الفقهية؟ ذاك لأنه شغل بإمرة المدينة ثم بإمرة المؤمنين، وتوفي وهو على أعتاب 40 رضي الله تعالى عنه، فما طال عمره بحيث يسمح له بنشر علمه. فإن من شروط نشر العلم أيها الإخوة الكرام
أن يطول عمر الرجل بحيث يتناقل الناس علمه ويتناقلون فتاواه، هذا أمر مهم كما هو معلوم. إذن عمر رضي الله عنه درس على أشياخ المدينة ونهل من علمهم ومن أدبهم وأخلاقهم، فكان عالما مؤدبا مؤدبا. ويقول صالح بن كيسان لأبيه مبشرا له، اسمعوا هذه البشرى، قال: كيف عمر عندما جاء عبد العزيز مروان ليحج من مصر؟ قال: والله ما رأيت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. سبحان الله، وما زال غلاما في المدينة. وصالح بن كيسان هو من هو، ومن كبار التابعين الثقات، وأحاديث مروية في السنن والصحاح يقول هذا عن عمر بن عبد العزيز، وقد رأى كبارا من كبار الصحابة ومن كبار التابعين يقول: لا والله ما رأيت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام. سبحان الله، هذا شيء عجيب. يقيل عمر بن الخطاب ذات يوم فينتبه فزعا ويقول: ألا ليت شعري. وليت شعري هذه كلمة مركبة معناها ليتني أعلم، باختصار لها يعني تفصيل، لكن معناها ليتني أعلم. فيقول: ألا ليت شعري، من هذا الفتى من نسلي الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا؟ ويقول: من هذا ذو الشين من نسبي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا؟ ومعنى ذو الشين أي أنه فيه شيء يبدأ بالشين مثل شجة أو شامة أو غير ذلك. عمر في المنام رأى هذا. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: من هذا الذي هو من صلب عمر يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورة؟ فكان آل عمر ابن الخطاب يترقبون هذا في ولدهم. فجاء لعبد الله بن عمر ولد يسمى بلال، وكان ذا شامة في وجهه، فظنوه هو، لكن الله أراد شيئا غير ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز لما كان في مصر دخل إلى إسطبل أبيه وفيه جياد، فشجه أحد الجياد في وجهه شجة كبيرة سالت منها الدماء، فأعلم أباه فجاء إليه مسرعا. فلما رأى الشجة في وجهه تذكر المقولة، مقولة كانت شائعة في آل عمر بن الخطاب وبالطبع أيضا في آل مروان، لأنهم ناسبوا أو صاهروا آل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فقال: إن كنت يا بني أشج بني أمية إنك إذن لسعيد، إنك إذن لسعيد. وكانوا يتناقلون أنه سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهذا الذي جرى كان هو أشج بني أمية، وكان هو الذي رآه عمر رضي الله تعالى عنه في منامه. إذن هو قد بشر بأنه أشج بني أمية العادل الذي يملأ الأرض عدلا، وهو ما زال غلاما صغيرا رضي الله تعالى عنه. وصدقت فيه بشرى جده العظيم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هنا عندما كان واليا على المدينة جرت له أحداث، أولاها أنه كره ولاية الحجاج كرها عظيما. ولا أظن أيها الإخوة والأخوات أن رجلا في قلبه إيمان وفي قلبه إسلام يحب ولاية ذلك الظالم الفاسق، وقد كان ظالما عظيم الظلم شديد الوطأة كبير العسف، وهو من هو في قتله وسجنه للناس وظلمه لهم. وسيرة الحجاج مشهورة، وهو بطاش معلوم. فالحجاج كره عمر ولايته على العراق، وأراد الحجاج أن يحج، فأرسل إلى الوليد عمر رضي الله عنه يرجوه ألا يمر الحجاج بالمدينة أبدا. فاستجاب الوليد لرجاء عمر، وهو ابن عمه، استجاب لرجائه وأمر الحجاج أن يتنحى عن المدينة إذا جاء إلى مكة يريد الحج، فلم يدخل الحجاج المدينة. فغضب الحجاج من هذا الموقف، وغضب الحجاج موقف آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه في ولايته على المدينة كان يستقبل الفارين
من الحجاج من العراق ويؤويهم ويؤمنهم، فأوغر صدر الوليد على عمر وقال: إن المدينة ومكة بحاجة إلى وال يسوسهما، وعمر لا يصلح لذلك، أي لعدله ولينه مع الناس. فاستجاب له الوليد وعزل عمر بعد 7 أعوام وأشهر من ولايته على المدينة، وعاد عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام. لما عاد إلى الشام أيها الكرام، لكن هناك موقف في المدينة أذكره لكم لأبين لكم، هو شاب في مقتبل شبابه وريعان شبابه، وما يملك إلا أن ينفذ أمر أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. الوليد أوغر صدره الحجاج بخبيب بن عبد الله بن الزبير، وقال: إن خبيبا يريد أن يخرج عليك ويريد أن يفعل ويفعل. فالحجاج كما هو معلوم لم يكتفي بظلم الناس في العراق، بل كان يظلم الناس في الأمصار بمشورته على الخليفة، وهو نسأل الله السلامة ذلك الظالم البطاش. فأرسل الوليد إلى عمر يأمره أن يضرب خبيب بن عبد الله 100 صوت وأن يصب عليه دلوا من ماء بارد في يوم شات. فما ملك عمر إلا أن ينفذ القرار. أن عمر كان قبل أن يلي الخلافة كان عالما، كان صالحا، لكنه لم يبلغ بعد إلى الدرجة من التقوى التي بلغها بعد الخلافة، وهذا حق وإنصاف لهذا الرجل العظيم، وهذا أيضا بيان للمرحلة التي ولي فيها الخلافة وانتقل انتقالا كليا إلى اتجاه آخر. ففعل به ذلك، فمرض إثر تلك الفعلة خبيب وتوفي. يقول الراوي الذي جاء لينقل الخبر إلى عمر بن عبد العزيز: جئته وهو كالمرأة الماخض من الخوف. لما مرض خبيب فأراد أن ينظر في شأنه، فقيل إنه مات، فخاف عمر من فعلته، فأرسل من يتقصى هذا ورجع إلى عمر وهو كالمرأة الماخض. فلما قال له قد مات خبيب بكي حتى أغمي عليه رضي الله عنه خوفا وفرقا، وكان يتذكره دوما إلى أن مات، يقول له: أبشر يا أمير المؤمنين بكذا وكذا وصنعت كذا وكذا. قال: كيف بخبيب، كيف بخبيب، أي ابن عبد الله بن الزبير، وما صنع به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن كما قلت لكم صنع به هذا عن ثورة من الشباب، وعن استجابة لأمر الوليد، وكان بعد لم يتغير التغير الكامل الذي تغيره في بعد أن ولي الخلافة. رجع إلى الشام ووجد الناس يتجهزون للغزو، للخروج إلى الروم، فخرج معهم مجاهدا رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الأثناء توفي الوليد وولي سليمان. سليمان بن عبد الملك عزل كل عمال الحجاج، ولم يدرك الحجاج، فقد توفي الحجاج في خلافة الوليد، عزل كل عمال الحجاج وتتبعهم وأقصاهم بمشورة عمر وبمساعدة عمر بن عبد العزيز الذي كان وزيرا مقربا من سليمان، وكان يشير عليه بالمشورة الصادقة. وبلغ من أمر سليمان مع عمر أنه أمره بأن يتولى أمر الرعية نيابة عنه، وأن يقوم بكل ما يصلح شأن الرعية. فهذا يعني سليمان عمل خيرا كبيرا في هذا الأمر بأن وكله إلى عمر ابن عبد العزيز، فقام بذلك عمر خير قيام، وكان له وزير في الحقيقة أيضا إضافة إلى عمر اسمه رجاء بن حيوة. رجاء هذا كان أحد التابعين الكبار وأحد العاملين العالمين. سليمان كانوا يترحمون عليه، كبار التابعين يترحمون عليه. لماذا؟ كانوا يقولون: افتتح خلافته بإحياء الصلاة وختمها بتولية عمر بن عبد العزيز. وكانوا يقولون: إنا لنرجو له خيرا باستخلافه عمر بن عبد العزيز. وكان استخلافه عمر شيئا عجيبا في التاريخ، ذاك أنه رحمه الله تعالى قد مرض يوما وهو شاب مكتمل الشباب، نظر لنفسه في المرآة وقد لبس خزا أخضر، وخرج إلى الناس في الجمعة وقال: أنا الملك الشاب. نظر لنفسه في المرآة وقال: أنا الملك الشاب. أعجب بنفسه، فكأنه لما فعل ذلك أصاب نفسه بالعين، رجع
مرض وثقل المرض عليه، دخل عليه رجاء بن حيوة قال: من أولي يا رجاء ولدي؟ قال: فإنه صغير يا أمير المؤمنين، ولا يكاد يقوم بأعباء نفسه، فكيف يقوم بأعباء الخلافة؟ قال: إذن أولي يزيد أخاه. قال: فإنه في القسطنطينية، وما يدريك أنه حي أو ميت. قال: ومن أولي؟ قال: أشر علي أنت يا أمير المؤمنين، يعني أذكر لي أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أمهلني. ثم قال: والله لأعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب. وهنا كانت مهمة رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى، فقد زين له تولية عمر بن عبد العزيز. قال: يا رجاء، وكيف بإخوتي أبناء عبد الملك؟ فإنهم لا يرضون. قال: عهد إلى يزيد من بعد عمر بن عبد العزيز، فإنهم يرضون بذلك ويسكنون له. فقال: نعم ما أشرت. انظروا، إذا كان الحاكم يملك بطانة صالحة ويملك أناسا صالحين يشيرون عليه بالرأي الصالح، كيف يخرج منه هذا؟ وهذه كانت إحدى عجائب التاريخ، أن يعهد بولاية العهد إلى عمر بن عبد العزيز ويترك إخوانه. وهذا حدث أيضا مع المأمون، إذ أعجب جدا بعلي بن موسى الرضا، وقد ذكرت لكم ذلك في إحدى حلقات عظماء من بلاد الإسلام في ترجمة جعفر الصادق، وقلت لكم إن المأمون أعجب جدا بعلي بن موسى الرضا وولاه ولاية العهد، فكان هذا شيئا عجيبا في بني العباس. إذن كان شيئا عجيبا في بني العباس أن يولى ولاية العهد علي بن موسى الرضا، وكان عجيبا في بني أمية أن يولى ولاية العهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. لكن القصة لطيفة، جاء عمر وعمر يشعر، رجل فاهم وذكي، قال: يا رجاء، أذكرك بالله تعالى، إلا ذكرت لي هل ذكرني سليمان وعهد لي؟ فإن كان كذلك فهو على قيد الحياة أراجعه، فإنه لا قبل لي بخلافة الناس يا رجاء. فانتهره رجاء وكان ذكيا، قال: وتظنن أن بني عبد الملك يسمحون لك بالدخول في أمورهم؟ انتهره، ففرح عمر بذلك. وجاء هشام بن عبد الملك وذكر ذلك أيضا لرجاء، وقال: يا رجاء، أذكرك بالله، هل ذكرني سليمان؟ فلم يكن ذكرني، أذهب إليه وأذكره بنفسي، ولك علي عهد الله وميثاقه ألا أذكرك عنده أبدا، ألا أذكر اسمك أبدا. فانتهره أيضا رجاء وقال: لا والله لا أخبرك بشيء أبدا. فأخذ من سليمان عقدا مختوما، وأدخل بني عبد الملك ووجوه بني أمية وأشرافهم إلى سليمان وهو يحتضر، وقال سليمان: اسمعوا وأطيعوا لمن بداخل هذا الكتاب. فقالوا: سمعنا وأطعنا، وبايعوه واحدا واحدا على من في الكتاب. ثم خرجوا من عنده، فمات سليمان. وكان في الحقيقة من أعظم أعماله أنه أمر بولاية العهد لعمر ابن عبد العزيز. فلما مات جاء رجاء بالحرسي أو صاحب الشرطة كما يقولون، وجمع بني أمية وأشرافهم في دار، وأتى بهم وأمرهم أن يبايعوا، ورجاء أمرهم أن يبايعوا من في الكتاب. قالوا: قد بايعنا. قال: ولا بد أن تبايعوا مرة أخرى. فأما بايعوا فردا فردا، قرأ عليهم الكتاب. فلما جاء ذكر عمر بن عبد العزيز قال هشام: لا والله لا يتولى علينا أبدا. فقال رجاء: إذن والله أضرب عنقك، يعني كان حازما وسائسا للأمر رجاء بن حيوة، ومن كبار التابعين ومن كبار العلماء، وهو فلسطيني أيضا من فلسطين رحمه الله تعالى، فكان حازما وسائسا للأمور. قال: إذن والله أضرب عنقك، قم فبايع. فقام هشام يجر رجليه جرا وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وبايع عمر ابن عبد العزيز. وثقل الأمر على عمر جدا لما جاءه النبأ بالخلافة رضي الله عنه، لكنه ما ملك إلا أن يطيع الأمر، وبويع في تلك الدار، ثم بويع البيعة العامة في المسجد. لما خرج إلى المسجد قال: أيها الناس، إني قد خلعت الخلافة من عنقي، فانظروا من تريدون. فصاح الناس من جوانب المسجد: نريد
أن نريد عمر بن عبد العزيز، فلما سكنت الأصوات وهدأت وعلم أنهم رضوه أو ارتضوه خليفة عليهم قبل الأمر وخطب فيهم خطبة بليغة، وكان مما قاله لهم: أني وليت عليكم ولست بخيركم، ولا طاعة لي عليكم إلا في طاعة الله، فإن عصيت الله تعالى فلا طاعة لي عليكم. ورضوا بذلك وعقدت البيعة لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. إذن هكذا ولي الخلافة على كره منه وعدم قبول لها وعدم رضا لها، لكنه هكذا جرى قضاء الله تعالى وقدره. لما ولي الخلافة يقول عنه أحد العلماء: رأيت عمر بن عبد العزيز في الظهر قبل أن يلي الخلافة، ثم رأيته في العصر بعد أن وليها فأنكرت والله حاله. الله أكبر. ذاك أنه من أهم خصائص عمر أيها الأحباب الكرام أنه استشعر المسؤولية العظيمة بولايته إمرة المؤمنين. هذه المسؤولية استشعاره لها جعلت ذلك الرجل يفرق بين حال عمر قبل ولاية الخلافة وبعد ولاية الخلافة، وكان ذلك من الظهر إلى العصر، تغير حاله. وكما يقول أحد العلماء أيضا: رأيت عمر بن عبد العزيز يطوف بمكة قبل ولايته الخلافة وقد غاب الرباط الذي يربطه على إزاره في عكنه من سمنه. العكن وهي كما تعلمون هذه الزوائد التي تكون في جوانب البطن، الزوائد الشحمية هذه عندما يكون الإنسان سمينا، فغاب الحبل في العكن من شدة سمنه. قال: ثم رأيته بعد سنة بعد أن ولي الخلافة ولو شئت أن أعد عظام صدره لعددتها من ضعفه وهزاله. هذا بعد سنة من ولاية الخلافة. هذا استشعار المسؤولية، واستشعار المسؤولية عنوان كبير في حياة عمر بن عبد العزيز. هذا الرجل الذي كان في المدينة غلاما ثم شابا يافعا ثم واليا عليها، كان يلبس أجمل الثياب وأحسنها ويتعطر بأحسن العطر، حتى أنهم كانوا يرجون الغاسل الذي يغسل ثياب عمر ويعطونه دراهم كثيرة حتى يغسل ثيابهم مع ثياب عمر، لمما يعلق بها من رائحة المسك ورائحة الطيب العجيبة. وكانت حاله منعمة جدا، وكان يأكل أطايب الطعام وألطفه وأحسنه. ولكن انظروا لحاله بعد الخلافة، بعد أن تولى الخلافة وهو يدفن سليمان بعد البيعة، لما خرج من القبر فجاءت مراكب الخلافة، يعني بغال جيدة وجياد فاخرة، فقال: ما هذا؟ قال: هذه مراكب الخلافة قدمت إليك يا أمير المؤمنين لتركب. قال: أبعدوها عني وتكفيني بغلتي. فسر جدا رجاء بن حيوة بما رأى منه، وعلم أن فراسته فيه لم تخب، وكما يعني كانوا يقولون: أعظم الناس فراسة الذي ولى يوسف عليه الصلاة والسلام خزائن الأرض، والذي ولى عمر بن عبد العزيز، ويقولون هو رجاء بن حيوة، أعظم الناس فراسة في الناس. ولما ذهب إلى بيته تقول فاطمة زوجه، وكانت من النساء الصالحات، فاطمة هي ابنة عبد الملك بن مروان، فكان أبوها خليفة وجدها خليفة وأعمامها خلفاء. انظروا إلى المرأة الصالحة، إذا قنعت بزوجها ورضيت بمنهاجه في الحياة وسارت سيرته كيف تصنع؟ هذه امرأة أبوها خليفة وجدها خليفة وأعمامها خلفاء، وهي ربيت في نعمة وعز، صبرت على عمر صبرا لا تكاد تصبره امرأة قط. مع أن عمر كان له 3 نساء وكان له أم ولد وعنده مجموع أولاده منهن 20 ولدا، 17 ولدا ذكرا و3 إناث. مع ذلك انظروا لفاطمة لما ولي الخلافة جاء إليها وعليها حلي من أبيها عبد الملك، فقال: يا فاطمة، إما أن تختاري هذه الحلي وإما أن تختاري البقاء معي، فإني والله لا أجمعك معها في بيت،
إن كنت تختارين البقاء معي فأرسليها إلى بيت المال. فلما خيرها قالت: لا والله لا أختار عليك شيئا أبدا، ولو كان هذا الحلي أو أضعاف أضعافه. امرأة صالحة. ثم إنه جاءها بخبر صعب على نفسها، قال: يا فاطمة، إنه كما تعلمين قد وليت الخلافة، وإنه لا وقت لدي للنساء أبدا، فأنت وذاك، يعني أمرك بيدك، إن شئت بقيت وإن شئت ذهبت. قالت: بل أصبر يا أمير المؤمنين. وصارت تبكي رحمها الله تعالى، لأن القضية على النساء صعبة، على نفوس النساء، فإن المرأة تريد أن تتحبب إلى زوجها وتتقرب منه، فلما يأتيها زوجها بهذا الخبر الذي يصدمها، لكنها صبرت رحمها الله تعالى صبرا عجيبا. فتقول عنه بعد أن توفي: لا والله ما اغتسل عمر من جنابة ولا احتلام منذ أن ولي الخلافة إلى أن مات. إذن استشعار المسؤولية في حياة عمر كان شيئا عجيبا. ورأته بعد أن دفن سليمان ورجع إلى بيته، رأته واضعا يده على ذقنه يبكي. قالت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني قد تفكرت في أمر هذه الخلافة، وتفكرت في البعيد والغريب وناء الديار، وتفكرت في المحتاج والفقير، وتذكرت أن الله تعالى سائلني عنهم يوم القيامة، فبكيت لذلك. فبكت معه رحمها الله تعالى ورضي الله عن عمر. فانظروا استشعار المسؤولية في حياته، كان استشعارا عجيبا. كان ينظر إلى أنه كل الناس خصومه غدا بين يدي الله يوم القيامة. فماذا صنع؟ ابتدأ برد المظالم، وابتدأ بنفسه وبآل بيته. بنفسه بماذا؟ القطائع التي أقطعها إياه عبد الملك زوج ابنته، وأقطعها إياه الخلفاء، فردها جميعا إلى بيت المال. ابتدأ بنفسه، ثم ابتدأ بزوجه، رد حليها إلى بيت المال، ثم ابتدأ ببني أمية أشرافهم وكبارهم ورؤسائهم، فأخذ منهم المظالم وردها إلى بيت المال، وأعلن إعلانا عاما في المسلمين، وكان يذاع هذا الإعلان في الحج على كل من حج إلى في الحجاز، وعلى أمصار في سائر الأمصار في صلوات الجمعة، أنه من استطاع أن يأتي إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق ويرفع مظلمته فإن له عنده مكافأة تصل إلى 300 دينار. 300 دينار مبلغ كبير نسبيا في ذلك الزمان، حتى يأتي يرفع المظلمة فقط. وانتشر خبر عدله في الناس أجمعين، وأنه ابتدأ ببني أمية أشرافهم وكبارهم، وضيق عليهم جدا، حتى أنهم شكوه إلى أم البنين، وأم البنين أخت عبد الملك وعمة الخلفاء، فكانوا جميعا يحترمونها ويحترمونها إلى الغاية. أم البنين هذه جاءت إلى عمر ابن عبد العزيز غضبا، تقول: لو فعلت وفعلت وسببت أشراف بني أمية وأخذت ما عندهم. وهو يرجوها أن تهدأ ويداريها، فلما رآها مستمرة على غضبها غضب، وأعلن لها بكل وضوح أنه لا مجاملة ولا مواربة عنده في الحق، وأنه سيرد المظالم مهما كان الأمر. فقالت: لا تسبهم إذن. قال: فإني لا أسبهم، لكني أذكر مظلمتهم أمام الناس حتى ينتصفوا منهم. فخرجت وقالت لهم: صاهرتم آل عمر ثم تشتكون، اصبروا على ما وجدتم. يعني أنتم صاهرتم آل عمر بن الخطاب العادل الكبير، فهذا من نسله فاصبروا عليه، هذا من نسله وهذا من آثاره. فكان حازما جدا مع بني أمية، واستطاع أن يرد منهم مظالم كثيرة إلى بيت المال، وهو صاحب القولة المشهورة: لو مكثت فيكم 50 سنة ما استطعت أن أرد المظالم لكثرتها. طبعا هذا يا إخوة لا يدل على أن بني أمية كانوا فاسدين أو كانوا ظلمة إلى الحد الذي لا يوصف، كما يحاول بعض المغرضين ويساندهم في ذلك بعض المستشرقين أن يصوروا الدولة الأموية أنها كانت دولة ظلم وظلام، وأنها كانت أبدا. فابن كثير مدحها في البداية والنهاية، وقال: كانت دولة إسلام ودولة جهاد ودولة فتوحات، وفعلوا وصنعوا وعملوا، وأثنى عليها كثير من الصالحين، لكن كانت لهم مظالم.
كانت مظالم أخف من مظالم بني العباس، كانت لهم مظالم وكانت لهم تجاوزات، لكن في الجملة كانوا مقيمين للجهاد، مقيمين للقضاء، مقيمين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كانت لهم تجاوزات في أنفسهم، نسأل الله تعالى تجاوز عنهم فيها، لكن كانت لهم أعمال صالحة. وأعظم مظالمهم قاطبة تولية الحجاج والسكوت على مظالمه، وكان ذلك تبوأ إثمه عبد الملك وابنه الوليد. لكن في الحقيقة كانت دولة في الجملة دولة إسلامية صالحة لها يد بيضاء على المسلمين. إذن هو ابتدأ برد المظالم من باب شعوره أنهم كثر ظلمهم وأخذهم ما في أيدي الناس أو كثير مما في أيدي الناس، فارتجع ذلك كله إلى بيت المال. ثم إنه غير الولاة الذين كانوا قبله، وكان فيهم ظلم وعسف، عسف بطش يعني وشدة وقوة على الناس، غيرهم بلا هوادة وعزلهم، وأمر ولاته في الأمصار ألا يلو شيئا أبدا هؤلاء، وعزل صاحب شرطته خالد بن الريان، وكان في سيفه رهق وظلم، وقال اللهم إني خفضت خالد بن الريان فلا ترفعه أبدا. يعني هكذا كان ينظر إلى العمال والولاة، وكان يأمرهم بالعدل، حتى أن الحسن البصري يقول: فلا والله ما ورد علينا كتاب لعمر إلا فيه إماتة لبدعة أو إحياء لسنة أو رد لمظلمة. انتبهوا، هذا الحسن ما يمدح أحدا، والحسن مشهور، يعني الحسن من عظماء السلف وكبارهم، كان يمدح ويجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول: ما ورد علينا كتاب لعمر إلا في إحياء سنة أو إماتة بدعة أو رد لمظلمة. هذا عمر في رد المظالم. أما في الورع فقد كان شيئا عجيبا، كان يسرج السراج إذا أراد أن يكتب في شؤون المسلمين وأمورهم في الليل، ثم إذا أراد أن يتحدث مع مزاحم مولاه أمره بإطفاء السراج، قال: فإن هذا الآن حق لبيت مال المسلمين وليس لنا فيه حق، فيطفئ السراج ويتحدث مع مزاحم في الظلام. تصوره أمير المؤمنين، وكان له ولد صالح جدا وهو عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، أكرمه الله به وأكرمه الله بأن ساقه قبله إلى الموت، فقد توفي عبد الملك في حياة أبيه وعمره 17 عاما، فحزن عليه أيما حزن لكنه صبر لقضاء الله. عبد الملك يدخل على أبيه ويقول: يا أبتي لما لا تنفذ الحق؟ تصوروا، هذا يخاطب عمر الذي أقام الحق وأرجع سلطان الحق إلى الدولة الإسلامية وأعاد الخلافة راشدية وعمل من الأعمال في 2 سنين و4 أشهر مدة خلافته ما لا يعمل في 20 ولا 30 سنة مع غيره. مع ذلك عبد الملك يرى تباطؤا من أبيه، بعض التباطؤ، فيقول: يا أبت لما لا تنفذ الحق؟ فإني والله لا آبه أن تغلي بي وبك القدور. فقال: يا بني إني أعالج أمرا شاب عليه الكبير وكبر عليه الصغير، وإني أخاف إن حملتهم على الحق جملة أن يتركوه جملة. اسمعوا الفهم، إني أخاف إن حملتهم على الحق جملة أن يتركوه جملة. فهذا عبد الملك، ويدخل على أبيه في وقت القائلة قيلولة، فيقول: يا أبتي لما لا تقوم برد المظالم؟ قال: يا بني إني سهرت في شأن عمك سليمان، يعني لما توفي سليمان، وأحتاج إلى شيء من الراحة إلى الظهر، وفي الظهر سأرد المظالم. يبتدي برد المظالم في أول يوم من خلافته. قال: يا أبتي وما يدريك أنك تبقى إلى الظهر؟ قال: أدن مني يا بني. فدنا منه فقبل رأسه عمر، قبل رأس ابنه، وقال: الحمد لله الذي جعل في بني مثلك. وقام ولم يقل، وقام وقال الصلاة ونادى مناديه الصلاة الجامعة، وفزع الناس قبل الظهر وينادي الصلاة الجامعة، إذن حدث حدث. فجاء عمر بالمظالم وأخذها، وسار مزاحم يقرأ، وعمر معه الصكوك، صكوك المظالم، هذا أقطع أرض كذا، وهذا أخذ أرض كذا، وهذا أخذ كذا، كله ظلم. فسار عمر مزاحم يقرأ، وعمر يقص الصكوك ويعدمها، وهكذا حتى فرغ في وقت الظهر وأذن بالظهر. هذا ابنه عبد الملك وشفافية ابنه. انظروا إلى هذه النبتة الصالحة والغرسة الرائعة، كان يأمر أباه بالتعجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ورد المظالم، وتوفي قبل أبيه، وتوفي مزاحم أيضا مولاه قبله،
وكانوا يقولون لا نعلم بيتا أخير من بيت فيه عمر بن عبد العزيز ومزاحم مولاه وعبد الملك ابنه. هذان الاثنان توفيا قبل عمر، فوجد لفقدهما وحزن عليهما رضي الله تعالى عنه. إذن كان صاحب خشية من الله تعالى، وكان صاحب ورع يذكرهم بورع الحسن البصري في العراق، وكان صاحب خشية وتحمل المسؤولية تذكرهم بتحمل عمر للمسؤولية ابن الخطاب رضي الله تعالى، فقد كان كثير التشبه بجده، بل أرسل إلى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وكان شيخا له كما قلت لكم، أرسل إليه يطلب منه سيرة عمر في ولايته، فأرسل إليه سالم يطمئنه أنه إن سار سيرة عمر فهو على خير عظيم وهو على أمر كبير. وهكذا كان، وكان يطلب مشورة الفقهاء، وكانوا يبيتون أو يسمرون عنده الفقهاء العلماء الزهاد، هؤلاء أهل مجلسه. أما الشعراء فكان لا يدخلهم عليه أبدا، وأدخل مرة واحدة جرير الخطفي المشهور الشاعر، أدخله مرة واحدة وأمره بوعظه، فوعظه جرير، رفض أن يدخل عليه الفرزدق ولا ابن عمر بن ربيعة ولا أحد من الشعراء الماجنين، وأدخل عليه جريرا. أما وفاته فكانت في السنة الحادية بعد المئة، بعد أن ولي الخلافة سنتين وبضعة أشهر، توفي مسموما. وهذا من الأمر المحزن أن يسمى مثل هذا الرجل العملاق، حيث لم يرضى به بعض الكبار فدسوا له السم في طعام طريق غلام، أعطوه 1000 دينار ووعدوه بالحرية، فدس له السم، فلما علم بذلك جاء بالغلام وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال 1000 دينار أعطيتها وأن أحرر. قال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى، ومات على إثر ذلك السم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت خلافته كلها سعد وكلها جمال وجلال، ورؤيت له مرائي رائعة. تقول فاطمة لما احتضر كان يقول اخرجوا عني، ثم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه وجوه ليست بوجوه إنس ولا جان، فعلموا أن الملائكة جاءت لحضوره رضي الله تعالى عنه. ورؤيت فيه مرائي، ورأى في حياتي رؤيا اكتفي بها لضيق الوقت، ونحن في آخر الحلقة. يقول أصبح ليلة قبل السحر فقال يا فاطمة إني رأيت أمرا عجبا. قالت وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال ما كنت لأقوله لك قبل الصبح. فلما جاء الصبح آذنه المؤذن فخرج للصلاة ورجع. قالت فاهتبلت فرصة خلوته، فقلت له ما هو الذي رأيته يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت أني في مكان منبسط وهنالك قصر عظيم، فنودي أين محمد بن عبد الله؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل القصر، ثم نودي أين أبو بكر؟ فقام ودخل القصر، ثم نودي أين عمر؟ فقام ودخل القصر، ثم نودي أين عثمان؟ فقام ودخل القصر، ثم نودي أين علي؟ فقام ودخل القصر، ثم نودي أين عمر بن عبد العزيز؟ فقام ودخل القصر. فقلت، فهو يقول وجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر وعمر عن يمينه ويساره، قلت إلى أين أجلس؟ قلت أجلس مع جدي عمر بن الخطاب، فجلس عن يمين جده عن يسار جدي عمر بن الخطاب. قال وهنالك نور عظيم يحول بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي يا عمر بن عبد العزيز أثبت على ما أنت عليه، يا عمر بن عبد العزيز أثبت على ما أنت عليه. وهذه بشرى عظيمة رائعة لهذا الرجل العملاق الكبير، فرضي الله تعالى عن عمر وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورفع درجته في الجنان، فقد أعاد للدولة الإسلامية بهاءها وسناءها وعزتها ومجدها وكرمها، وأعاد فيها الخلافة الراشدية فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل أعلى الجنان مأواه بإذنه تعالى. وهذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.